الاشقر، حلاوه الشبه وبقلبه اشقر وعلى وشه اشقر وبقلبه فستق حلبي وعلى وشه فستق حلبي كومبينيشن اوف اطيب شيء مدقوه بالكون. سوري اليوم يمكن ما تساليني ولا سؤال. سؤالنا لليوم، باي سنه هجريه بلشت القطايف؟ اكتبوا تحت بالكومنتس لتربحوا معنا تيشيرت. رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم يا رب الصحة والعافية. شو المنظر اللي قدامي؟ شو المنظر اللي قدامي؟ لما نحكي عن القشطة، خلص يا جماعة منوقف. القشطة، القشطة البلدية إلى أصولها، كيف بتنعمل؟ كيف بتطلع القشطة؟ عطول أنتوا بتجيبوا لي كونسبتس، بتجيبوا هوم بزنسز. أنا اليوم أنا اللي جي. سويتس فور دبي، عم نحكي عن قشطة بلدية لبنانية صح، اللي بيعملها خبرة أكتر من 20 سنة بس بالقشطة. ولما أقول قشطة يعني بلا نشا، ولما أقول قشطة يعني بلا سكر، يعني عم بحكي أنا شو الحليب. ومنوقف على القشطة، شو فينا العصافيري هاي اسمها حلو دبي. هلا بفرجيك هون القصة اللي ما حدا بيعرفها شو هي. تعرفي شو هي هاي؟ كلاش. كلاش بس مش الكلاش اللي معودين عليه اللي منقليه وبيكون في بقلبه القشطة الكذابة، لا، الكلاش مثل ما هو الورق اللي هو ورق القشطة اللي مثل الرقاق، منحطه بمزاهر وموارد لحتى يشرب مزبوط، وحاطين فيه القشطة البلدية الصح وبلا ما نقليه. لأول مرة أنا حادوقه، وأهل طرابلس بلبنان معودين عليه، ومش كل اللبنانية بيعرفوه، أنا واحد منهم، أول مرة بعرف. إذا بدي بلشكم بهاي، سوري اليوم يمكن ما تسأليني ولا سؤال، يمكن تسأليني بس لأنه عن جد حلقة كتير قوية. هاي شو فيها؟ طبقة فستق حلبة من تحت، فستقية اللي هي فستق حلبة، عجينة حلاوة الجبن بيرجع فوقها طبقة قشطة، بيرجع بيستاشيو، بترجع بتتزين، يا ويلي. هاي فيكم تحطوا لها عطر طبعا يلي هي الشيرة، بس أنا حدوقها بلا عطر لأنه هي بدي أحس بطعمتها، بدي أحس بطعمة البيستاشيو، بدي أحس بطعمة الأشياء. أوه ماي جاد، شو بدي أشرح عن القشطة؟ لحظة يا جماعة، هون العصافيري كمان، هاي طبيعية على كل مادة على كل محل، هذا موضوع طبيعي ما فيه شيء، بس لما نحكي عن هاي ولما نحكي عن القشطة ولما نحكي عن الكلاج اللي هو مش مقلي وبقلبه قشطة وعلى وشه قشطة وبقلبه فستق حلبي وعلى وشه فستق حلبي، تقلت عليكم كتير مزبوط. في ناس لازم تجرب بعد كل هالحكي، شهتنا الصراحة، you have to try. ومين قالك انا مش هجرب؟ مين قالك انه انا مش هجرب؟ واول شغلة هجرب فيها هي هاي. ليكوا يا جماعة خلينا نكون واضحين ونكون صريحين، هنضربها شوية قطر هيك، شوفوا لي منها قطعة. اللحظة الحاسمة، اللي بيقدر القشطة وبيحبها بيفهم شو عم بقول. او ماي جاد، من اطيب ما دقت بحيات عمري. انتو عم تاكلوا كبتولة قشطة او كرة من القشطة البلدية اللي بتعقد، اللي طعمتها اللي بتحسوا بطعمة القشطة طعمة الحليب الاصلي اللي ما فيها شجر كتير يلي هي بتعقد. انه الكلاج الطبيعي اللي مش مقلي اللي مش مشبع بالزيت يلي مثل ما هو. هيدي هافي، هاي لتبع الدايت، انا من عندي حالكم، هاي تبع الدايت، هاي ما مشكلة لو اكلتيها، ما ضروري تروح تعمل رياضة، ما ضروري تعمل شيء. مع قطر ولا بلا؟ بلا قطر. لا هيدي بدها قطر لأنه بدك تحس بشوية حلاوة، بس طبعا فيك تحطي قطر شوي، بس أنا هون الجيم، هون 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 في مشهد كتير قوي هلا حتشوفوه. هاي بدكم تفوتوا فيها هيك، بدكم تنزلوا للعمق لتحت لتشيلوا لقمة. يا لحظة. أو ماي جاد، أو ماي جاد، فستقية، القشطة، حلاوة الشبن، كومبينيشن أوف أطيب شيء مدقوه بالكون. وقفوا لحظة، بتحسوا بطعمة البستاشيو الصح، حلاوة البستاشيو هاي ما بتحطوا لها عطر، لحتى تحسوا بالكومبينيشن كلها مع القشطة مع عجينة حلاوة الجبن، بتعقد، مش معقول صراحة يا جماعة. أنا يعني العصافيري طبعا خلص دقنا القشطة، هاي مش طبيعي. يمكن أخذتنا الحلقة على وصف القشطة، واليوم بنعرف أكتر الناس بتحط بالقشطة نشا لحتى تعطي فوليوم، لحتى تعطي انه هي قشطة صحيحة، بس مش هيك. دغري فينا نعرف اذا فيها نشا ولا لا، من الطعمة، من التكستشر، من كيف القشطة مكونة. ليش بحطوا نشا؟ لانه صعوبة يطلعوا قشطة ما فيها نشا وما فيها سكر، البرايس تبعها او الكوست حيكون شوي اغلى، فانا اليوم لكبر الفوليوم ولا احطها بحط لها نشا بخفف علي الكوست. مش هيك بتلاقي قشطة حقها 14 و15، ما بيصير. القشطة اليوم في الكواليتي ولا سعرها طبعا، واللي بحب القشطة المزبوطة بيعرف طعم التمه وبيعرف ياكل. ولما بدي احكي عن حلو عربي وفي قشطة، اذا ما كان في بقلبه القشطة الصحيحة بلا ما اكل انا حلو. سوري انا ما حاجي اكل قشطة كسابي، ما حاجي اكل انا مي ونشا وفيها طعمة سكر وحليب اقول على حالي انه هيدي قشطة، ما حاكل. او بجيب علبة هاي الصغيرة اللي ما بشو يقولوا لها كمان، ما بصير. سوري يعني معلش. هلا صار فيك تسأليني، بس اللي دقته سويتس فور دبي يعني معناتها حلو لدبي. طب لا هي مش بس لدبي، للامارات كلها. شو تاريخ القطايف وليه سموها قطايف؟ نحن كلنا بنعرف اليوم، بنتفق انه القطايف
من اشهر الحلويات العربيه برمضان. برمضان ما في بيت بالحلو في قطايف. هلا وكيف طريقتها؟ بالقشطه، بالجبنه، بالجوز، بالمكسرات، بالقلي مش قلي، مهم قطايف، يعني عجينه القطايف. وهلا صار في ترندز ويحطوا نوتيلا ويحطوا لوتس ويحطوا قصص. تطورت، بس انا خلينا على القطايف الاصليه التقليديه اللي معودين عليها من بلاد الشام. اصل القطايف بيعود اصلها لسنه 98 هجري. كان مجموعه شافيه عم بيتنافسوا ليعملوا طبق حلو ليقدموه للحاكم وللحاشي اللي قاعد، يعني الحكام الكبار. ليش؟ لأنه بدهم طبق حلو فيه سكر، لأنه بيبقى أكتر بالمعدة وما بيقعدوا يجوعوا، طبعا برمضان عم نحكي. فطلع معهم القطايف وطبق القطايف الكبير، مش هيدا الصغير اللي نحن معوضين عليه، وعم بيحشوه ويزينوه كل واحد يعمله بطريقته. لما تقدم الطبق كان القطايف قد ما طيب يحسوا فيه مثل بملمسه مثل القماش، تكستشر تبع القطايف أو عجينة القطايف قديش كانت سلسة لتحسيها مثل القماش. ومن وقتها طلعت اسم القطايف. إن شاء الله تكون المعلومة صح. واشتهرت وصارت تتطور وراحت بلاد العربية كلها سوا طبعا، والأشهرة هي العصافير بحطوا فيها العشط. وصاروا يعملوها كل رمضان. صار يعملوها كل رمضان لأنه كان طبق مميز. كانوا يتصارعوا لما بدهم يأكلوه الطبق، يتصارعوا ما يبقى بالطبق على هالطبق الرائع. كلها يتنا منعرف، ما فينا نقول شيء لهيك طبق. هو القطايف تشبه البانكيك. هو فعلا القطايف تشبه البانكيك، بس هي مش بانكيك. او فينا نقول البانكيك عربي. طريقتها بسيطه جدا كيف تنعمل، واصلا بتحطيها ثواني على 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 النار، بس تلاقي اطرافها بلشت بقى بتشليها من ميلي، بتطلع السمرة هيك جولد، ومن ميلي التاني فيها البابلز، والعجينه بدها تكون مش معجنه، رائعه، معموله بطريقه مكونات مش هنحكي فيهم. هيدا المنظر، فستق حلبي على طول على الوش، عجينه القطايف القشطه البلديه الصح الاصليه، واكيد ما ننسى القطر. وهيدا طبقنا، وطبقنا على الطاولة برمضان الأساسي كحلويات. Thank you so much فراس. شكرا لك، وإن شاء الله تكون استمتعتوا بالحلو. رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم يا رب الصحة والعافية. كانت حلقتنا اليوم عن جد يمكن حلق عن الحلو، عن تاريخ الحلو، عن الحلو العربي والقشطة وأنواع القشطة وكيف بتطلع القشطة. وإن شاء الله أكون فتكم بالمعلومات، وفعلا إذا بدكم قشطة بلدية أصلية صح هحط لكم الاسم تحت، فعلا بتطلبوا منه على مسؤوليتي الخاصة، حتاكلوا أطيب قشطة فيكي يا إمارات. على الخفيف وعلى الخفيف. رمضان جانا.